نوفمبر 2015 بيبر 1 فاريانت 1 والسؤال الخامس والثلاثين. السؤال هنا بيقول لي current carrying wire XY lies in، يا جماعة ده سلك، ده سلك محطوط ما بين two poles of magnet whatever بقى north و south ولا south و north مش فارقة بالنسبة لي، المهم ان في magnetic field. Each of the following action is carried out separately. خلاص. The current in the wire is reversed. The magnetic field is reversed. Both the current in the wire XY and the magnetic field are reversed at the same time. How many of these actions cause the direction of the force of on the wire XY to be reversed? تمام. بصوا يا جماعة. ده يا جماعة سلك. خلاص. موجود جوه magnetic field. خلينا نقول مثلا ان هو هيتزق لفوق، السلك ده بسبب وجوده في الماجنتيك فيلد ده هيتزق لفوق، فبيقول لي مين من دول يخليه يتزق لتحت؟ يعني لو فرضنا ان السلك ده بالافكت ده هيتزق لفوق، احنا عارفين طبعا يا جماعه ان اي سلك اي واير هيمشي فيه كارنت لازم هيمشي فيه كارنت، في وجوده جنب ماجنتيك فيلد السلك ده لازم يتزق، يبقى كارنت plus magnetic field equal force. Current plus magnetic field equal force. فخلينا نفترض السلك ده يا جماعة هيتزق لفوق. فبيقول لي اعمل ايه عشان اخليه يتزق لتحت؟ يا جماعة انا بفترض هو ما قاليش انه هيتزق لفوق. تمام؟ انا عايز اغير اتجاهه. يعني هو كده هيتزق لفوق. اعمل ايه عشان اغير اتجاهه؟ يا ترى اعكس الكرنت بس؟ ولا اعكس المغنتيك فيلد بس؟ ولا اعكس الاتنين؟ يا جماعة احنا خدناها قبل كده. عشان تعكس البوشنج على الواير يا اما تعكس الكرنت فقط يا اما تعكس الماجنتيك فيلد فقط، انما انك تعكس الاثنين يا جماعه ده هيخلي البوشنج في نفس الاتجاه. اذا يا جماعه انا شايف ان في حالتين هنا يعكسوا البوشنج، وهو ريفرسنج الكرنت وريفرسنج الماجنتيك فيلد، اي حاجه تانية انما لو عكست الاثنين، يعني انا لو عكست الكرنت وكمان عكست الماجنتيك فيلد هيفضل في نفس الاتجاه.